السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا كي جي وان؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. رب تكونوا في صحة وعافية وتكونوا رجعتوا على كل الحروف اللي احنا اخذناها قبل كده. النهاردة بقى هناخد حرف جديد وهو ياء. وهو ايه؟ ياء. يلا بينا مع بعض نشوف بنكتب حرف الياء ازاي. احنا عارفين كلنا ان كل حرف عنده شكلين، في اول في اخر الكلمه وفي اول الكلمه. يلا نشوف في اخر الكلمه نكتبه ازاي. اول حاجه هنعمل لفه صغنونه فوق السطر زي لفه العين بالظبط، وبعد كده لفه كبيره تحت السطر، نحط تحتها نقطتين، نحط تحتها كم نقطه؟ نقطتين. يبقى هنعمل ايه؟ هنلف لفه صغنونه فوق السطر ولفة كبيرة تحت السطر، وحط تحتها نقطتين، ياء يوسفي، ياء يوسفي. طيب في أول الكلمة بقى هنكتبها ازاي؟ هنعمل سنة صغنونة فوق السطر، بعد كده أعمل إيد أمشي على السطر زي الباء وزي التاء، وأحط تحتها نقطتين، أحط تحتها كم نقطة؟ نقطتين. يبقى أعمل إيه؟ سن صغنونة فوق السطر، وبعد كده أمشي على السطر أعمل إيد، وبعد كده أحط تحتها نقطتين، ياء يد، ياء يد، ياء. يلا بينا مع بعض نشوف الحركات بتاعت حرف الياء. عندنا ياء فتح ياء، ياء فتح ياء، ياء كس يي، ياء كس يي، ياء ضم يو، ياء ضم يو، ياء سكون ي، ياء سكون ي. يلا نقولهم تاني كلهم، ياء يي يو ي. يلا بينا مع بعض دلوقتي نشوف حرف الياء وهو عنده فتح الكلمات بتاعته ايه. يلا نشوف، ياء يد، ياء يد، ياء يخت، ياء يخت، ياء يمامة، ياء يمامة، ياء يرقة، ياء يرقة. يلا نقولهم كلهم مع بعض، يد يخت يمامة يرقة. يلا نشوف اللي بعدها، ياء وعندها ضم تبقى ايه؟ يو، يو يوسفي، يو يوسفي. يلا نشوف اللي بعدها، ياء وعندها ايه؟ سكون، ياء عندها سكون تبقى ي، بيت بيت، بيض بيض، زيت زيت. يلا نقولهم تاني، بيض بيت زيت. دلوقتي خلاص كده خلصنا حرف الياء، عرفنا بيتكتب ازاي وعرفنا الحركات بتاعته. يلا نحل مع بعض الشيت ده. هنا عايز نشوف كل صورة هنختار فتح ولا كسر ولا ضم ولا سكون. أول صورة عندنا صورة ايه؟ بيض. يبقى هنختار ايه؟ ياء ولا يي ولا ي؟ بيض تبقى ي. جميل. اللي بعدها يوسفي، يو. يبقى هنختار انهي واحدة، يو ولا يي ولا يا؟ يوسفي تبقى يو. جميل. تالت حاجة معانا يمامة، يي ولا يا ولا يا؟ بقول يمامة يا، يبقى يا يمامة. جميل جدا. دلوقتي بقى عايزين نكتب الكلمة بتاعت الصورة اللي قدامنا. عندنا صورة ايه؟ يد. يلا نشوف مع بعض بنكتبها ازاي. احنا اتفقنا مع بعض يا كيجي ان احنا
اللي نسمعه نكتبه، اللي ننطقه نكتبه. يلا نشوف مع بعض. يد، ي ي ي ياء. يبقى أول حرف في كلمة يد هو ياء، واكتبها في أول الكلمة يبقى عندها إيد واحدة، وجاي بعدها حرف الإيه؟ د د د يد، د د د يبقى دال، يبقى دال. ننطق تاني مع بعض. يد، ي ي ياء، د د د دال، تبقى يد. شطار جدا يا كيجي، أنا مبسوطة منكم جدا جدا. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.